طيب معانا مكالمة هامة جدا أيضا من واحد من أساطير كرة القدم الجزائرية وكرة القدم العربية، النجم الكبير كابتن رابح ماجر، واحد طبعا كل الجمهور المصري يعلم من هو رابح ماجر، واحد من الأساطير الكبيرة جدا جدا في عالم كرة القدم العربية، وطبعا فائز بدوري أبطال أوروبا 87 على حساب بايرن بهدف ولا أروع، طبعا جابه بكعب رجله للي يفتكر هذا الهدف. أسطورة كبيرة، أسطورة أفريقية وعربية كبيرة جدا. كابتن رابح أهلا بيك. مساء الخير، كيف الحال؟ الحمد لله يا كابتن، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام. تحياتي الكابتن محمود صالح والكابتن أسامة عرابي لحضرتك. نحيي الضيوف والنجوم الكبار بالكرة المصرية. الله يخليك، اهلا بيك يا كابتن. الله يخليك، يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره يا كابتن، وسعداء جدا بوجودك معانا. يعني حضرتك واحد من الاساطير الكبيره جدا اللي كل المصريين بيحبوها. الله يسلمك، وانا نحيي كل الشعب المصري ان شاء الله. الله يخليك كابتن. يعني بتتابع طبعا بطوله العالم للانديه، شفت ازاي فوز النادي الاهلي في مباراته الاولى على الدحيل القطري؟ نعم، كنت في استوديو وشفت المباراة أمام الدحيل. النادي الأهلي يعني بطاقة خاصة عنده، يعني نادي كبير وفريق كبير جدا، يلعب كرة جميلة جدا، وزي ما اكتشفناه أمام فريق الدحيل خاصة في الشوط الأول قدم مردود ممتاز جدا وسجل هدف. الشوط الثاني فيه يعني تراجع المستوى نوعا ما في فريق الأهلي، ولكن فريق الأهلي يبقى فريق قوي بلاعبين مميزين. طب كابتن رابح، شايف ازاي مواجهه النادي الاهلي بطل قاره افريقيا امام بطل قاره اوروبا بايرن؟ والله شوف، يعني بكل صراحه انا شخصيا دائما اقول كره القدم ليست علوم دقيقه، كل شيء ممكن في كره القدم، حتى لو البايرن يبقى البايرن يعني واحد من المرشحين للفوز بهذه البطوله، ولكن كل شيء ممكن في كره القدم، حتى الاهلي معنويات عالية حاليا بعد الفوز على الدحيل، لاعبين مميزين، فريق تاريخي بإنجازات كبيرة، كل شيء ممكن. الفريق الأهلي قادر يفاجئ فريق البايرن، لما لا؟ حصلنا نفس الشيء في كأس العالم في 1980 لما الجزائر فازت على ألمانيا، وحتى واحد ما كان يعني يصدق أن الجزائر يوم من الأيام تفوز في كأس العالم أمام فريق كبير وهو ألمانيا. نفس الشيء ممكن يحصل امام الفريق البايرن، رغم ان البايرن فريق كبير، ولكن الاهلي ايضا فريق جيد يلعب بكره جميله، عنده طموح. اتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في هذه المباراه، وسنكون وراه لتشجيعه ان شاء الله لكي يحقق يعني نتيجه ايجابيه ان شاء الله امام البايرن. من وجهه نظرك يا كابتن، ازاي يلعب النادي الاهلي في مثل هذه المباريات؟ والله شوف، المفروض انا تابعته كويس امام فريق الدحيل، احنا نطلب من الاهلي يلعب يبدا المباراه او 90 دقيقه في المباراه يلعبها كما لعبها في الشوط الاول امام الدحيل، لان امام البايرن منافس قوي، منافس عنده طموح، منافس عنده فريق متكون باللاعبين كبار وعلى راسهم اللاعب ليفاندوفسكي وحتى مولر، لاعبين مميزين، لهذا يدخل في المباراة الأهلي لكي يحقق نتيجة إيجابية، ينسى المنافس اسمه البايرن، المنافس فريق يلعب أمام فريق الأهلي، والأهلي يلعب بكل قوة بكل إرادة، و يعني إضافي كبير ينتظره أمام فريق البايرن. كابتن رابح، حضرتك أسطورة كبيرة جدا ولعبت ضد البايرن وأحرزت فيهم هدف، لو تكلمنا برضو عن ذكرياتك، لانه اكيد الناس اللي هي بتتفرج علينا دلوقتي او الجمهور اللي بيتفرج علينا دلوقتي بيحط المهاجمين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي، او عايز يسمع نصيحه من حضرتك بتقولها للمهاجمين للنادي الاهلي في مثل هذه المباراه. نعم والله شوف، انت ذكرت المباراه في 87 ايوه بايرن في الشامبيونز ليج، حتى مع فريق اف سي بورتو، يعني لاول مره يلعب نهائي امام فريق كبير، يعني حتى الصحافه العالميه كلها اعطت الفوز لفريق البايرن، ولكن الكلمه الاخيره رجعت الى فريق اف سي بورتو في هذه المباراه. حتى هي كانت قويه البايرن، ولكن احنا لعبنا بمجهود كبير جدا، و يعني جاوت فرص ما الاهداف الهدف الكعب، يعني شفنا الفريق عنده امكانيات، لاعبين مميزين في
الساحات، فيها الباليا، فيه ماجدي، فيه فتحي، فيه الادول، فيه عبد الله قوي في فريق الاهلي خاصه الجهه اليسرى مدافع ويشارك ايضا في الهجوم. لازم نستغل كل هذا اللاعبين لكي نحقق اضافه ايجابيه ان شاء الله للفريق الاهلي، وان شاء الله تكون مفاجاه والفوز الاهلي لما لا. هل ممكن البايرن يتاثر بالاجهاد، بمعنى ان هو كان لعب مباراه امبارح في الثلج بالليل الساعه 10، يعني الثلج كان نازل بالليل الساعه 10 والنهارده اتاخر في الطياره، اتاخرت في الطلوع لمده 7 ساعات، هل من الممكن ان يكون هناك تاثير سلبي من ناحيه الاجهاد؟ ممكن ممكن، يعني حتى تغيير الطقس يعني ربما الان بارد، يعني نوعا ما يعني فيه الطقس ما زال سخون. البايرن يعني تعثر في المباراه الاخيره امام ارتا برلين والفوز بهدف مقابل صفر، وحتى ليفاندوفسكي على ضربه جزاء، يعني هذا يعني ممكن يؤثر نوعا ما على فريق البايرن. وفريق البايرن انا متاكد عنده معلومات كثيره على فريق الاهلي، يعني فريق الاهلي ايضا اسم كبير في افريقيا وفي العالم، لهذا راح تكون منافسه كبيره جدا يوم الاثنين ان شاء الله، وسنستمتع بالاداء الفريق ان شاء الله. واحنا دائما كما اقول ان شاء الله احنا العرب سنكون مباراه فريق الاهلي وان شاء الله تكون مفاجاه ان شاء الله. تفتكر يا كابتن رابح ممكن تحصل المفاجاه؟ والله كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. انا قلت لك هيك المفروض الاهلي ينسى اسم المنافس، يدخل الميدان لكي يلعب كره ملعبها ما في الشوط الاول، كره جميله، استحواذ على الكره، القصيره، تبادل المراكز من اللاعبين، يعني الحارس الشحلاوي ايضا يعني من الوراء كيف يعني يعتني مدد اللاعبين بتاعه والدفاع بتاعه، يعني فريق متكامل. لماذا الفريق الاهلي يفوز؟ البايرن، طب نتكلم على البايرن، خلاص البايرن عالمي، فريق عالمي ممتاز بلاعبين مميزين، ولكن في الميدان ممكن تحصل اشياء اخرى. طيب كابتن رابح، بالنسبه للبطوله بقى بالكامل، حضرتك شايف المستوى الفني لهذه البطوله حتى الان؟ اه طبعا ما تلعبش غير مباراتين، ولكن المستوى الفني بالنسبه للبطوله شايفه ازاي؟ والله بكل صراحة أنا شفت المباراة الأولى بين فريق مثلا كوري وتجريس الأونال، نعم، وفريق مثلا الكوري، متفرقة يعني ما كانتش مباراة قوية جدا، شفت هدفين من اللاعب جينيات. مستوى أحسن. معلش يا كابتن رابح، تعالى يمين أو شمال شوية عشان الصوت ابتدى يقطع. عشان السيجنال بس واضح فيها مشكله، فممكن تيجي يمين او شمال شويه عشان نسمع حضرتك، اتفضل. ممكن نغير كده كويس، اتفضل. والان كويس؟ تمام يا كابتن، اتفضل. اوكي، قلت لك كما شفت يعني المستوى كان متواضع في المباراه الاولى امام تيجريس واوسلان كوريا الجنوبيه. العكس شفناه مع الاهلي والتحيد، عجبتني المباراه وكان مستوى مقبول. كان الشوط الاول للاهلي والشوط الثاني الى التحيل، لهذا اعتقد ان الاهلي تعلم الكثير من هذه المباراه كيف يبني مستقبله امام فريق البايرن. كل الاخطاء اللي عملها فريق الاهلي في الشوط الثاني المفروض عليه يصلحها وما يرتكبهاش امام فريق البايرن، فريق البايرن واللاعبين الموجودين كما كومان، لوفاندوفسكي، كما كيميتش، كما مولر، هذو ما يرحموش، يعني مستوى عالي ان شاء الله ما تكونش اخطاء كثيره ان شاء الله في المباراه. اخيرا يا كابتن رابح، تتوقع مين ممكن يعني يبقى له دور كبير في النادي الاهلي، في لعيبه النادي الاهلي؟ شوف انا قلت لك اللاعبين الموجودين يعني لاعبين مميزين، ذكرت لك اللاعب واليا، لاعب راس حربه الافريقي، يعني يقوم بعمل كبير في الهجوم ودائما يخلق مشاكل للدفاع، في ايضا المعلول من الجهه اليسرى يقوم بعمل كبير ايضا، في اللاعب ايضا فتحي، في اللاعب شحات، يعني في مجموعه قويه متكونه باللاعبين مميزين، ممكن في اي لحظه هاد اللاعبين يقولوا الكلمه الاخيره في المباراه البايرن ان شاء الله. اخيرا يا كابتن، واحنا بنعرض لحضرتك الفيديو بتاع هدف جميل جدا وهدف رائع الحقيقه في البايرن ميونخ، حضرتك جبته في بطوله اوروبا في 87، يعني جون علامه يا كابتن رابح. الحمد لله، جون رائع جدا، هدف حلو يعني بصراحه. يعني
تفوز على فريق الألفية ميونخ. الهدف اللي سجلته بالكعب يعني كان يعني هدف يعني جاء بدون تفكير يعني في هذاك الوقت في هذاك الوقت يعني ما كانش عندي وقت لكي تفكر كيف نسجل يعني جت على طول الكعب وسجلتها يعني كنت شجاع في هذيك اللحظه وسجلت الهدف والحمد لله هذا الهدف عالميا واصبح كل لاعب في العالم يقولوا على طريقه طلب حماد جلوه وكلها بكل تواضع يعني هذا شرف كبير لي انا كجزائري وايضا كعربي طبعا يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف هدف قريب من ده شويه في مباراه الاهلي والاهلي اللي يجيبه طبعا مش بايرن ميونخ ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله ممكن ممكن اي لاعب يجلس بالكعب وهكذا يصبح اللاعب العربي الثاني الذي كعب كما عملها صلاح الان حاليا اللاعب الثاني الذي فاز بالشامبيونز ليج بعد ان شاء الله ان شاء الله تفتح الابواب للعرب كلها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأسطورة العربية الإفريقية النجم الكبير الكابتن رابح ماجر بشكرك على وجودك معنا وعلى قناة النادي الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن رابح ماجر.